مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. هي الحلقة او الفقرة الأخيرة من الأهلي ليلة النهاردة. معانا حاجة مهمة، بطولات النادي الأهلي واللي بتعمل في النادي الأهلي حاجة مهمة جدا لتاريخ النادي وبطولات النادي، وصنعها حاجة يعني متعبة جدا. جايزة، وأنا جربت، واحد من الناس اللي جربوا الموضوع ده في النادي الأهلي، فعلا بيكون في فريق كبير عمل برئاسة وبقيادة عشان يقدروا يطلعوا هذا المنتج قدام أعضاء النادي وقدام جماهير النادي وقدام الناس كلها. فبيتعبوا كتير، بيقعدوا 4-5 شهور قبل البطولة عشان يقدروا يطلعوا هذا المنتج. معانا النهاردة حد مهم جدا، لان في بطوله كمان يومين، بطوله افريقيا لكره الطايره سيدات هتقام على صاله النادي الاهلي. معانا النهارده في اخر الحوار النهارده معانا دكتور محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله الافريقيه لكره الطايره سيدات. دكتور سراج منورنا. اهلا بيك كابتن خالد، يعني سعيد بوجودي معاك وتحياتي ليك والساده المشاهدين جميعا. اكيد البطولات دي اللي بتحصل بيكون تكليف مش تشريف لعضو مجلس الاداره. لا طبعا، احنا كلنا متشرفين ان احنا موجودين في النادي الاهلي وبنخدم النادي، وفي اي شيء طبعا بيوكل لينا بنكون بنحاول نطلعه بافضل صوره، وان احنا نحاول نعمل يعني قصارى جهدنا يعني ان احنا نطلع الحاجه بالشكل اللي يليق باسم النادي الاهلي. انا واحد من الناس عارف ان انت 24 ساعه صاحي لهذه البطوله بتتابع تفاصيل التفاصيل، بس خلينا نقول ان الاتحاد الافريقي بيسند لتاني مره على التوالي او تاني سنه على التوالي بطوله افريقيه للنادي الاهلي على طول رجال وسيدات. مظبوط، دي تاني مره فعلا الحمد لله. يمكن السنه اللي فاتت البطوله خرجت بشكل اكتر من رائع، كانت متنظمه بشكل كويس جدا طبعا من زملائي في المجلس محمد الجرحي ومحمد الضماطي، ويمكن ده كان من اسباب الدوافع ان احنا نتقدم برضو تاني بطلب تنظيم البطوله ان شاء الله عشان برضو نخرجها بالشكل اللي يليق باسم النادي الاهلي. والحمد لله يمكن دخلنا في منافسه مع نادي الترجي التونسي في التنظيم، والنادي الاهلي كسب التنظيم الحمد لله. بدايه لما بدا مجلس الاداره يكلف حضرتك للبطوله دي، بدات ازاي البطوله دي؟ والله هو طبعا في البدايه خالص انا قعدت مع مدير البطوله في الاول طبعا كابتن رؤوف عبد القادر، وهو من الناس طبعا اللي احنا يعني بنحترم جدا تواجدها في النادي وليهم خبرات كبيره جدا في تنظيم البطولات وفي المجال النشاط الرياضي. قعدنا مع بعض طبعا شكلنا اللجنه العليا، ومن ثم شكلنا بقى جميع اللجان المختلفه المتعاونه لتنظيم البطوله. فطبعا ده كان بالتنسيق بيني وبينه، وعلى هذا الاساس شكلنا كل اللجان. يعني لما بداتوا تشتغلوا وبدات تاخد اللجانك وبدات تشتغل، في لجان جوه البطوله دايما بيكون ليها طابع خاص. على سبيل المثال لجنه الاقامه والاعاشة، اعتقد لجنه مهمه جدا جوه البطوله، لجنه التسويق في فرع مهم جدا، والافتتاح والختام، وده المنظر العام للبطوله تقريبا. والله بص كابتن خالد، انا بعتبر طبعا كل اللجان اللي عندي مهمه زي نفس الاهميه زيها زي بعض. تمام. يعني بصراحه يعني احنا لما جينا برده شكلنا اللجان عملنا حاجه برده كويسه، احنا كان دايما بيبقى في لجان كتير قوي يعني. كان برده العرف ده زمان يعني في اي بطوله كان اللجان ممكن توصل لرقم 20 لجنه، وحضرتك عارف اكيد قادره يعني في القصه دي. فانا حاولنا برضو وده كان برضو التصور، انا قعدت برضو مع كابتن محمود الخطيب برضو قبلها، ان احنا نشوف ازاي نقدر نغير ونجدد الشكل والاطار العام لتنظيم بقى البطولات في النادي حتى دلوقتي ومستقبلا. فكان الهدف برضو ان احنا ازاي يبقى فيه تركيز، فالتركيز ده انت هتقلل عدد اللجان بشيء اللي هو ما يضركش في البطوله. كويس، فده اللي احنا حاولنا نعمله. فاحنا في النهايه هتلاقي ان احنا وصلنا ل 12 لجنه. 12 لجنه جوه البطوله؟ 12 لجنه مش قليل شويه؟ لا خالص، هو 12 لجنه كلهم بصراحه كل واحد ليه التاسكس بتاعته، شغالين بمنتهى القوه وشغالين بتركيز، ومفيش حاجه فيهم يعني او حاجه مطلوبه مننا احنا ما دخلناهاش في اللجان. يعني احنا لما بيجي نشيل اللجان، لان انت النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا، اداراته ما شاء الله الناس كلها شغاله بقوه، فانت اوريدي عندك ادارات هي بتخدم البطوله اوريدي. يعني الادارات دي عندك في النادي انت بتستخدمها ل في اي حدث يخص النادي الاهلي عشان يخرج بالشكل اللائق. وفي لجان بتحتاجها معاك اول باول. يعني في لجان بتحتاجها معاك اول باول. يعني انا مثلا اللجنه الماليه، لجنه الاقامه والاعاشه، اللجنه الماليه استاذ عماد حلمي، اقامه والاعاشه في وائل عزت، بطاقات والتصاريح عندنا مهندس كمال محسن. كويس. اللجنه الاعلاميه جمال جبر، عندنا الاستقبال والمغادره في اللواء خالد ابو زينه. تمام. تسويق امير توفيق، علاقات العامه ريم الدسوقي، الامن العميد علاء في المراسم الافتتاح والختام وليد مبروك، مشترات استاذ محمد جابر، عندنا التقييم والاحصاء كابتن نور عطيه،
ثم عندنا بقى حاجه اللي استحدثناها قلنا الادارات المتعاونه، دي اللجنه رقم 12 الادارات المتعاونه. يعني ايه الادارات المتعاونه؟ دي كل بقى الادارات اللي ممكن تخدم على البطوله وهي اوريدي ادارات موجوده في النادي، دي احنا حطيناها في بوكس واحد كلجنه واحده، وتبعياتها بتبقى لمدير البطوله الكابتن رؤوف عبد القادر. دي طبعا حاجات اللي انت بتستخدمها زي السكرتاريه، الخدمات، اللجنه الطبيه، الهندسيه، الحجوزات، الصالات والملاعب، كل دول شغالين معانا لكن تحت نطاق على طول للجنه العليا، يعني هم شغالين تحت اللجنه العليا على طول. النادي الاهلي طول عمره بيشتغل اسره واحده كيان، ما بتنسبش الاشخاص، بطولات كان الاستاذ الجرحي عضو مجلس الاداره السنه اللي فاتت، والاستاذ محمد، وهكذا 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 الى ان البطوله وصلت ليك. تعاون مجلس الاداره واضح جدا جوه البطوله دي، ده حضرتك قلت لي كده، دي حاجه متعاونه جدا، فلازم اسالك السؤال ده، سؤال مهم جدا. لا لا والله هم الناس كلها متعاونه، يعني احنا عملنا اللجنه العليا، وبرده اللجنه العليا هي عشان برده نبقى نذكر هم مين، كابتن رؤوف عبد القادر، كابتن منى عبد الكريم منسق عام البطوله. هايل الحقيقه، اضافه كبيره لينا يعني الحقيقه، واول ما كلمتها هي كانت يعني متحمسه جدا للدخول معانا، ودكتور ياسر النصير ودكتور ياسر عبد العال النواب المدير البطوله. احنا في النهايه في البدايه قعدنا واشتغلنا وشكلنا لجان وكله اشتغل. انت وانت شغال فعلا يعني اللي هو المفهوم المسمى لعائله النادي الاهلي والناس كلها بتتعاون وبتشارك، بتلاقي يعني لوحدك الناس اللي هو طب بيطمنوا ايه الدنيا ايه الاخبار، انت بتبقى مثلا طالب حاجه من حد بيجري معاك وبيعملها لك حتى لو هو بره اللجان دي، يعني بدءا بقى من موظفين في النادي، عمال في النادي، كل الناس بتبقى شغاله معاك حتى لمجلس الاداره. يعني انا كل زمايلي معايا الحمد لله متعاونين معانا في ملفات كتير، الجرحي، الضماطي، مهند طبعا هو رئيس اللجنه، كلكم بتتعاونوا لانجاح بطوله النادي الاهلي. مظبوط مظبوط، كل الناس يعني بيسعوا معايا في ملف الجماهير، في ملف التسويق، يعني شغالين مع بعض كلنا تيم واحد. خلينا نفتح الملفات، نبدا باول ملف عندنا، ولازم تكون في لجنه مهمه جدا هي افتتاح ولا ختام للبطوله، يعني بتكون منظر البطوله او بدايه البطوله بتكون افتتاح البطوله نفسها. نتكلم على افتتاح البطوله نفسها. والله ما طبعا احنا اول اجتماع قعدت فيه مع اللجان احنا اتكلمنا بشكل عام عشان برضو اقول لحضرتك على اهدافنا ايه. كويس. يعني حددنا اهداف من ورا البطوله دي. هايل. فقلنا في ثلاث اهداف للنادي الاهلي. الهدف الاول ان انت تخرج البطوله بالشكل اللائق اللي يليق باسم النادي الاهلي وباسم مصر، لان ده حدث هايل افريقي، يعني انت في النهايه مش حدث محلي. فالحدث ده متشاف من كل الدول الافريقيه وكمان متشاف من الاتحاد الدولي، لان النادي الاهلي من المرشحين يعني من الاتحاد الافريقي لتنظيم كاس العالم للكره الطائره سواء رجال او سيدات اللي هيبقى في كمان ساعتين. ده خبر حصري، ده الاهلي نادي الاهلي طبعًا. من المرشحين طبعا. فانت الاتحاد الدولي كمان يعني بيتابعك في البطوله دي. طبعا. فانت في النهايه لازم تطلع حاجه تليق باسم النادي، ده رقم واحد. كويس. رقم اثنين، احنا كان عندنا هدف ان احنا ازاي برضو النادي الاهلي ما شاء الله يعني غني بالبنيه التحتيه وغني ان هو عنده الـ كل الملاعب والصالات والتجهيزات اللي تستقبل اي حدث، والقدره البشريه والقوه البشريه تستقبل اي حدث، بس برضو الخبرات دي عايز تمزجها بالشباب. فاحنا قلنا برضو الفكره كانت الجديده عندنا، احنا في كل لجنه مثلا في رئيس لجنه ومقرر وثلاث اعضاء، الثلاث اعضاء دول قلنا لازم في عضو فيهم وجه جديد خالص، شاب سواء ولد او بنت ليهم خبرات في المجال بتاع اللجنه نفسه، بحيث ان انت الشباب دي تخش جوه اللجان وتبقى واخده خبرات من الرؤساء اللجان اللي هم اوريدي اشتغلوا سنين قبل كده في النادي في تنظيم البطولات، فيبقى عندهم الخبره ان هم يخشوا يكملوا ويتواصلوا في عمليه تنظيم البطولات للمستقبل. فانت بتبني حاجه لقدام برضو، جيل بيسلم جيل، دي حقيقه، ودور الشباب دور مهم جدا، وتعليمهم دلوقتي كمان 10 سنين هيقودوا النادي اكيد طبعًا. اكيد ده حاجه كويسه جدا. دور الشباب دور فعال جدا جوه اللجان بكلامك، بيتكلموا ازاي؟ بيقولوا رايهم عادي الناس بتتقبلها ولا دور تعليمي بحت؟ لا لا خالص، احنا يعني الشباب كان ليهم دور على طول معانا، يعني احنا في بدايه ما يعني من قبل ما نيجي وكان عندنا من ضمن برنامج عائله الاهلي جزء خاص بالشباب. كويس. وضعنا له التصور وضعنا له الاليات انه كان جزء منه ان هم يشاركوا في تنظيم الاحداث الرياضيه في النادي، بدل ما تستعين بشركات خارجيه وناس يعني شباب بيبقوا مثلا اشرز او كده بيجوا، لا احنا قلنا اولاد النادي اولى، اللي هم بيشتغلوا بحب وبقلب ومش محتاج يعني مش مستنيين حاجه، هم مش عايزين اي مقابل مادي ولا اي حاجه، هم بيشتغلوا هم حابين يشتغلوا وبيتكالبوا على ده. فاحنا كان في تجربه السنه اللي فاتت كانت ناجحه جدا،
السنه دي نفس الشباب برضو بنفس الفكره موجودين معانا، سواء في المراسم مثلا الافتتاح والختام او في طبعا الاقامه والاعاشه، لان دي محتاجه مرافقين وشباب. فاللجنتين دول اكتر لجنتين طبعًا فيهم شباب كتير، لكن اللي احنا زودناه ان احنا حطينا بقى شباب برضو في عمليه البلاننج نفسها جوه اللجان نفسها. جوه اللجان نفسها. فعندنا كمان يعني يمكن وليد مثلا في المراسم والافتتاح والختام في 15 وجه جديد من الشباب اللي ما كانش موجود هايل في السنه اللي فاتت. في السنه قبل كده. احنا عندنا اجمالي تقريبا، ويمكن كابتن وائل عزت في حوالي 20 او 22، وليد معاه 30 غير الناس اللي معانا جوه اللجان، فاحنا معانا قوام 70 او 80 من الشباب الاولاد والبنات اللي شغالين معانا بشكل خاص. جريت مني في السؤال، الافتتاح اخباره ايه؟ الافتتاح لا خالص خالص، ما انا الافتتاح بالنسبه لنا ان شاء الله هنعمل حفله طبعا، بس هتكون حاجه سيمبل جدا، مش يعني هتكون فكره جديده ان شاء الله، مش عاملين حاجه تقليديه يعني، وفي نفس الوقت حاجه هي فكره جديده وهتبقى ظريفه يعني، وبتعبر عن النادي الاهلي وبتعبر عن يعني عراقه النادي وشكل النادي الاهلي، ومش هتكون يعني، وبرده بنحضر كده زي دوكيومنتري موفي كده ظريف عن الطايره سيدات في النادي الاهلي، لان اللعبه دي حققت انجازات كبيره جدا للنادي الاهلي. دي حقيقه. انت واخد الرقم القياسي 9 بطولات في ابطال الدوري الافريقي، فمن الجيل بقى القديم لتهاني توسن طبعا ومنى عبد الكريم طبعاً، الى الجيل الحالي اللي هم حققين انجازات كبيره جدا الحقيقه، يعني فعلا عاملين انجازات كبيره حتى المستقبل يعني. التوسيط مهم جدا. فاحنا بنعمل حاجه كده ان شاء الله هتخرج برده خلال اليومين الجايين، وهتبقى في حفل الافتتاح يعني بتوثق تاريخهم يعني. كنت امبارح بتتابع اخر او الترتيبات النهائيه لفرش بساط وارضيه الملعب بتاعت الكره الطايره في النادي، ايه الاخبار؟ وصلنا لايه؟ لا الحمد لله، يمكن احنا يعني برده لما قعدنا في البدايه واتكلمنا كلجنه عليا قلنا ان البساط كان هيجي يوم 12، كان البلاند ان هو يجي يوم 12 مارس، والحقيقه برضو ده من الحاجات اللي انا برضو بحترمها مع في الناس اللي شغالين معانا في اللجان، ان المواعيد بتكون مظبوطه يعني، احنا لما بناخد ميعاد ما بنعمل عليه فولو ما بيبقاش فيه تاخير. فعلا البساط جه في ميعاده، جه يوم 12 وبدا زي ما حضرتك قلت كده امبارح، الناس كانت طبعا في تنظيف للصاله وفي التركيب للبساط او البساطين، لان انت عندك ملعبين اللي هو الصاله الرئيسيه بتاعتنا اللي هتستضيف البطوله الصاله المغطاه وصاله الشهداء، الصالتين هيستضيفوا البساطين، وصاله الشهداء كمان ركبنا لها مدرجات جديده يعني برضو ممكن تكون معروضه معانا هنا، هتاكومديت او هتشيل حوالي 400 او 500 يعني شخص غير ال 2200 اللي موجودين في الصاله الرئيسيه. البساط طبعا الحمد لله الناس ركبته في يوم وركب بالشكل طبعا طبقا لكل الستاندردز والمواصفات المطلوبه للملاعب الطايره، والحمد لله يعني خلاص ركب وجاهز، والصالات كمان جاهزه خلاص، الاعلام كلها بتركب دلوقتي، ما بقاش غير حاجات بسيطه يعني رتوش بسيطه جدا لانها تكون جاهزه يعني. غيرت ميعاد من السبت للحد. دي حاجه مهمه دي قوي، وكويس ان كابتن خالد انت فتحتها طبعا، عشان ما يحصلش كونفليكت ولخبطه للناس، لان هو في لخبطه في حته المواعيد دي. هو بس انا لازم اقول للساده المشاهدين ان افتتاح البطوله كان يوم السبت. كان يوم السبت. فدكتور صالح هيقول لنا ليه اتعملت الحد؟ اتفضل يا دكتور. هو افتتاح كان السبت يوم 16 مارس. كويس. ولا زال بدايه البطوله هتبقى السبت، مفيش اي مشكله. هايل. تمام، لكن احنا عملناه ليه يوم 17 عشان مباراه النادي الاهلي مع شبيبه الثوره في الجزائري، مباراه حاسمه جدا لينا كلنا وكلنا في انتظار ان شاء الله باذن الله هتكون من نصيب النادي الاهلي يا رب. يا رب. فقلنا لا نخلي الحفل يوم 17 عشان طبعا الحضور وعشان التركيز وعشان يبقى في الفوكس على البطوله افضل. فقلنا هنعمله يوم 17، وده على فكره يعني العرف ده بيحصل في بطولات كتير عالميه، حضرتك يعني اكيد متابع في اي بطولات قاريه او دوليه، بيكون عادي ان انت بتبدا مبارياتك وتاني يوم ممكن تعمل الحفل بتاع الافتتاح، يعني ده بيحصل يعني. دي حقيقه، كل في بطولات بتتاجل يوم واتنين افتتاح علشان ليهم احداث معينه او ساعه معينه عايزين يفتحوا فيها، ما كانش عندهم مشكله يعني. ان شاء الله السبت البطوله هتفتح، ده الافتتاح الاولاني، لكن الافتتاح الرسمي للبطوله هتكون يوم الاحد باذن الله على ارض النادي الاهلي. طيب لو سيبنا الافتتاح وسيبنا الختام زي ما احنا شايفين قدامنا، حضرتك كنت بتتابع امبارح الاعمال على قدم وساق، الناس شغاله وبتتابع في كل الاتجاهات. تمام، ده طبعا معانا كان رؤساء اللجان موجودين متواجدين معانا طبعا، كابتن رؤوف عبد القادر، كنا بنشوف غير البساط كمان انت بتبص على كل حاجه بقى في الصاله يعني، انت بتشوف المدرجات، بتشوف البوابات اللي هتتفتح اللي هتبقى متاحه للناس وللاعضاء وللجماهير، بتشوف طريقه الدخول هتبقى ازاي،
بتتابع بقى كل كبيره وصغيره جوه الملعب يعني. خلينا جوه الصاله وخلينا جوه المدرجات. اتعمل بلان حلو قوي واتعمل حاجه رائعه لدخول الناس، عملت زي تقول بلان الناس تمشي تروح منين توصل فين، ومقسمين تقسيمه حلوه جدا. بص هقول لحضرتك البلان دي برضو من الحاجات اللي انا متحيز للشباب شويه، فايه دي من الحاجات برضو اللي هم يعني لازم نشكرهم عليها يعني. تمام. في حاجتين اتعملوا، احنا لما نزلنا قبل الجوله دي كان في جوله قبلها، نزلنا استعرضنا كل حاجه وعملنا طلعها لك على طول، عملنا الشكل الهندسي للملعب ورسمنا الرسمه بتاعتنا والمدرجات وكل حاجه. فطبعا عملناها كروكي، في طبعا احد الشباب في لجنه المراسم مهند هاني، مهند هاني من الشباب الهايله جدا واللي بتشتغل برده بقلب جدا، عمل لنا هو الديزاين والرسمه دي عشان نحدد بيها شكل الدخول للناس يبقى عامل ازاي عشان الموضوع يبقى مبسط. فاحنا قسمناها زونز، عايزين نشرحها. هنشرحها لحضرتك. قسمناها زونز، عملنا على سبيل المثال ايه ده مثلا، ده المقصوره. كويس. تمام. عملنا لها لونها اللي هو كابتن خالد موجود فيها، يعني هي ده لون الكراسي الفعلي اللي موجود. لو رجعنا للصاله هنلاقي نفس الالوان. بالزبط. عشان بس يبقى الكلام اتفضل بالظبط. يعني احنا في البدايه كنا هنعمل الوان مختلفه، بعدين قلنا لا ما نلخبطش الناس ونعمل كويس. نفس الالوان اللي موجوده جوه. هايل. فايه ده المقصوره، هتلاقي على اليمين موجود مثلا بي اي بي يعني. تمام. هتلاقي البريس اللي هو بقى البي اللي هو الصحفيين والاعلام وخلافه. تمام. هتلاقي الجست تيمز والفانز، دي الفرق الجاليات والفرق الرياضيه، دي هتلاقيها في سي. مثلا الناحيه الثانيه في الممبرز بتوع النادي مثلا الاعضاء، هتلاقيهم في الاتش مثلا مع ومعهم الكوميتيز. تمام. الاكاديميز، الاهلي اكاديميز دي اللي هم اللي عملنا مدرج لاكاديميات الرياضيه اللي هم الشباب الاولاد الصغيرين. هقف معاك يعني في اكاديميات الاولاد الصغيرين. قول لي يعني الفكره يعني جات لك ازاي؟ جات لي لما كنت في مباراه بتروجيت وشفت منظر جميل جدا، كان الاولاد الصغيرين اللي في اكاديميه النادي الاهلي كانوا عاملين بصراحه شكل حلو. كوره ماتش كوره جالك. انا كلمت كابتن خالد بيبو وقلت له عايزينهم معانا في البطوله، وقال لي قوي. وانا احنا وكمان عاملين عشان بس الناس تبقى متخيله الوضع، عندنا في الجي عملنا برضو مدرج هيبقى البهية، مؤسسه بهية، مستشفى بهية، وال 57 3 57 احنا دعينا يعني 50 من مستشفى و50 من الاطفال ال 57 جميله، وهيكونوا ان شاء الله في المدرج ده. انه برضو ده يعني النادي الاهلي دوره مش رياضي فقط، دوره مجتمعي ودوره وطني برضو. احنا فوق في الجي ده احنا مخصصينه للجماهير، عشان ده السؤال ده برضو من السؤال اللي بيتسال كتير. هنخش على الجماهير، هنخش يعني. فانا برضو مخصصه للجماهير وهنتكلم فيها كويس. ان شاء الله احنا بنعمل محاولات يوميه ان شاء الله يكونوا موجودين معانا باذن الله. كويس. بكده قدرنا تقريبا اترسم الرسمه والدخول وتنظيم الدخول، ده في حد ذاته نجاح كبير جدا. ده انت كمان هيتطبع، هو بيتطبع النهارده يعني. برضو عايزين نشكره اللواء خالد ابو سينا، هو قاعد في مطابع بايت هناك تقريبا من امبارح. راجل اكتف جدا. رجاله النادي الاهلي لازم لا بصراحه كلهم اكتف وكلهم بيشتغلوا بقلب، فهو خلاص المطبوعات كلها بتخلص يعني النهارده، ومنهم حتى البانر اللي هو هيبقى فيه الجايد لاينز وكل حاجه. حلو. ملف مهم جدا لازم نقف جوه الصاله، ملف الجماهير، وكل الجماهير عايزه تحضر وتشوف فرقها وتشجع فرقها جوه صاله الامير عبد الله فيصل. طبعا. وصلنا لايه؟ بص يا كابتن خالد، احنا كان عندنا يعني انا اول ما دخلت البطوله قلت لك لينا ثلاث اهداف، يمكن الهدف الثالث قلت لك هدفين، الثالث ان هم ربنا يوفقهم ان شاء الله البنات ان هم يكسبوا البطوله يا رب. وده ساعتها طبعا لما انا قلته الناس قالوا لي طب ده حاجه فنيه، احنا يعني دي مش بتاعتنا. قلت لهم لا بتاعتنا، لان هم لما يحسوا ان وراهم يعني خليه نحل شغاله، وراهم تيم قوي شغال بشكل بروفيشنال وبشكل يومي، ده بينعكس عليهم هم الحقيقه بالايجاب، ان هم يحسوا انه وده فعلا الحمد لله الناس شغاله بشكل قوي جدا. فده برضو دور مهم. الحاجه بقى اللي كنت بتكلم فيها حضرتك التحديات، بخلاف الاهداف عندنا تحديات. كانت التحديات عندنا في ملفين تحدياتهم كبيره جدا. اولا الجماهير رقم واحد. هيل. كان بالنسبه لي، لان يعني مهما اشتغلت وتعبت وعملت كل ده والجماهير هيروحوا اي بطوله، دي حقيقه روح اي بطوله عشان بس يعني شينا ما بين روح الرياضه. روح الرياضه هو الرياضه جماهير يعني، دي حقيقة. روح الرياضه يعني ما فيش جماهير ما فيش رياضه، ما لهاش لازمه يعني خالص. فاحنا كان ده هدفنا ومطلبنا الاول، انه يا جماعه وقلناها كتير وكابتن الخطيب قالها في اكتر مناسبه، يعني جماهير النادي الاهلي هي السند الحقيقي للنادي الاهلي، دي حقيقه. فاحنا طلبنا ده في اول اجتماع امني لينا. التصور كان ان هو اعضاء جمعيه عموميه فقط لا غير، ودعوات للجاليات فقط لا غير، عشان الاحداث اللي حصلت قبل كده وخلافه.
قلنا للناس وكل الضمانات والتعهدات والتصورات ورحت لهم ببلان مرسوم وكل حاجة يعني عشان قدمنا برزنتيشن بشكل يعني والناس كانت مبسوطة بصراحة جدا في يعني ومستجيبة لينا لكن القرار صعب ففضلنا في محاولات يومية يومية بمعنى الكلمة ان احنا بنتكلم وبنشوف وبنعمل لحد ما الحمد لله الرفض ده يعني وصل في الآخر ان بقى في استجابة في استجابة لا وفي يعني موافقات مبدئية وإن شاء الله بإذن الله تكلل يا رب بس بالموافقات الرسمية يعني الكلام ده يبان ممكن النهاردة بكرة يبقى باين لأن احنا البطولة بتاعتنا السبت خلاص. نفسي أقول حاجة، الناس بتتعب جامد جدا لدخول الجماهير، كل الناس خلية نحل شغالة في النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب عشان موضوع الجماهير، أتمنى من الجماهير انطباع جميل في المباريات ودول هي دي جماهير النادي الأهلي، دورها لما تخش تتكلم عن النادي الأهلي تشجع النادي الاهلي بحماس بروح منقطع النظير، هو ده اللي كلنا عارفينه على الجماهير ان هي روح الرياضه. يا رب باذن الله اتمنى كل مجلس الاداره تكلل بالنجاح لدخول الجماهير باذن الله في المرحله والحقيقه ده كابتن خالد برضو عشان ندي زي ما انت قلت بنشتغل كلنا تيم واحد، كابتن محمود سياده الوزير برضو العامري فاروق في محمد الجرحي العميد محمد مرجان يعني من الناس اللي برضو ساعدت ان هي بتتكلم وبتساعد في القصة معايا بشكل قوي فيعني يعني الحمد لله احنا كلنا يعني زي ما قلنا لك زي ما قلت لك في الاول كله بيشتغل في نفس ان دي بطولة النادي الاهلي يعني دي طبعا. بطولة النادي الاهلي فنجاحها من نجاح هو ده التيم ورك بيشتغل مع بعض طبعا. لو خرجنا من كل الملفات دي هنخش لملف مهم وهو ملف التسويق لان ملف التسويق ده لسه ملف التسويق والبس يعني خلينا في التسويق الاول. التسويق طبعا تسويق البطولة هي الفلوس على البطولة كويس وانا اعتقد ان هي مش داخله جوه الشركه الرائعه بتاعت النادي مظبوط البطوله دي البطوله بالظبط كده هي دي المشكله ان البطوله التحدي الثاني اللي احنا البطوله كان الشركه الرائعه اعتذرت عن ان هي تخش تسبونسر يعني البطوله من حوالي الكلام ده من 3 أسابيع حقهم لا مفيش اي مشكله خالص بالعكس بالزبط. يعني احنا عارفين كويس ان هم يعني ناس محترمين معانا ومفيش اي مشكله والعلاقات طيبه وفي حاجات كتير في الايفنتات وبطوله افريقيا كره القدم والكلام ده فانت يعني مفيش مشكله خالص بس احنا طبعا الموضوع كان بالنسبه لنا تحدي ان انت في 3 أسابيع تغطي الـ يعني الجاب اللي موجود عندك في طبعا المصروفات والايرادات وخلافه ففي طبعا لازم تملى الكلام طبعا. ده بال فاحنا اشتغلنا على برضو ده بصراحه كل الناس تعبت فيه بشكل قوي جدا لجنه طبعا التسويق بالتحديد يعني وامير توفيق عملوا برزنتيشن فيها كل البنفيتس والبروبوزل للسبونسرز يعني وقسمناها كاتيجوريز يعني A و B و C وبدانا ان احنا نتارجت بقى الناس ونقعد مع السبونسرز ونتكلم معاهم على الفتره اللي فاتت دي كان فعلا ملف صعب يعني لكن الحمد لله يعني كل اللي بالنجاح وصلنا في النهايه وصلنا الفلوس وصلنا ان احنا كنا بندور يا دوبك نغطي البطوله فالحمد لله وصلنا ان احنا عديناها كمان الحمد لله بقى معانا ممكن نقول اساميهم يعني احنا دول الرعاة دخلوا معانا بشكل رسمي خلاص يعني فوي معانا كراعي الرئيسي في النادي معانا البنك العقاري كمان هو الراعي الرسمي ناس محترمه جدا وكانوا يعني مهتمين جدا يخشوا مع النادي الاهلي معانا بقى دي حاجه فكره كده جديده شويه جامعة بتبقى كلها أفكار صراحة بتبقى كلها أفكار اتفضل كويس جامعة اسمها سلاسكا جامعة سلاسكا الفرنسية الجامعة دي هي عاملة بروتوكول تعاون مع لا ليجا في الكورسات الدبلومة الرياضية والإدارة الرياضية في مصر لسه بادئين السنة دي يعني وسبق ودعوا النادي الأهلي قبل كده ورحت أنا وكنت أمير توفيق في إيفنت البروتوكول التعاون اللي بينهم وبين لا ليجا فبرضه كلمناهم ده في اسبانيا لا كان في سفاره هنا في هم عاملين الكورسات دي في مصر يعني هم يعني الجامعه دي ليها برانش هنا في مصر عن طريق اسبانيا وعامل كانت في بيت السفير الاسباني للبروتوكول فكلمناهم بصراحه الناس برضه يعني سعداء جدا ان هم يخشوا بقى ودول احنا مسمينهم الراعي الاكاديمي اللي معانا النادي الاهلي ان هم احنا برضو عايزين كابتن خالد يبقى في انعكاس الرياضه مش بس تمرينات ولعب لا الرياضه برضو فيها جزء كبير من الثقافه ومن التعليم ده بيساعد جدا ان الرياضه تبقى ايجابيه يعني يبقى الرياضي ده لما يبقى واخد برضو هو تالنتد جدا في لعبته لما بيزود بقى ده بانه يدرس مثلا حاجه عن الرياضه او كده اكيد بيكون مستقبله في المجال الرياضي اقوى من اي حد تاني لان هو اوريدي عنده التالنت اللعبه ودرس كمان دي حقيقه فاحنا بنحاول ندخل ده وبرده ده كان من ضمن اهداف البرنامج وبرده يعني كابتن محمود متحمس ليه جدا والمجلس فاحنا
قلنا هنكلم نخاطب الجامعه فيها يخشوا سبونسر معانا، ودخلوا فعلا بجزء مادي، والجزء الاخر هيبقى بنفيتس للاعضاء عندنا في النادي وللموظفين النادي، ان احنا في الكورسات دي تكون يعني في حاجات منها تتفتح فري، يعني دونا فري سيتس للناس اللي احنا نختارها، سواء بقى من المدربين الموظفين في النادي ان هم ياخدوا الكورسز دي عندهم، وان هم يعملوا برضو وركشوبس للاعضاء عندنا في النادي بشكل دائم. فيعني عملنا جزء كده وجزء مدفوع، فهم دخلوا بالكيفيه دي يعني. ومعانا تاني يلا كوره، هم الديجيتال ميديا سبونسر، ومعانا مؤسسه بهيه، ده الراعي الخيري اللي احنا قلنا دور النادي الاهلي مش رياضي بس، دور النادي الاهلي دور مجتمعي، دور وطني، لازم يدعم مؤسسات الدوله الخيريه، فده دور مهم للنادي الاهلي، واحنا عاملينها طبعا دي يعني دول ما اكيد يعني عاملينها لهم فري يعني طبعا عشان يبقى في اويرنس ليهم كويس اكيد. لو سيبنا الملعب شويه والاقامه والاعاشه، وبتحصل فيها، انا واحد من الناس اشتغلت بطولات، فاكتر حاجه بتحصل فيها الاقامه والاعاشه اللي هي مكان اقامه الفرق الرياضيه او المنتخبات، تبقى فيها مشاكل شويه. الحقيقه بصراحه اللجنه دي ماشيه بشكل ممتاز، يعني انا يعني هي مفيش الحمد لله، يعني الفرق كلها في 8 فرق وصلت لحد دلوقتي، 8 هايل، وفي 6 المفروض هيوصلوا بقى بالليل والصبح. احنا وصلنا كام فرقه يا دكتور؟ لحد دلوقتي 17، كل اجمالي الفرق، منهم 4 يعني منهم 4 فرق مصريه كويس بالنادي الاهلي، و13 بقى او الاربع، يعني هم 14 فرقه المفروض كلهم، وفي بقى الاربعه 18 فريق يعني. كلهم قاعدين في مكان اقامه واحد ولا في كذا فندق؟ لا في كذا فندق. احنا يعني مشكله افريقيا في حاجه، انت كل شويه بيجي لك فجأة فرقه بتزود وفرقه بتلغي وفرقه بتيجي وفرقه، فاحنا المفروض احنا كنا لحد النهارده عندنا رسمي 17، في فريق تاني اكد ان هو جاي 18، فاحنا زي ما قلت لك واصل 8، المفروض في 6 كمان هيوصلوا مع الاربعه المصريين اللي موجودين. الفنادق لا، كذا فندق طبعا، مش فندق واحد اكيد يعني، احنا اكتر من فندق، والفنادق دي اتعملت عليها انسبكشن برضه من الاتحاد الافريقي طبعا، هايل، وفنادق كلها يعني ما فيهاش اي مشاكل، وحتى لما بيحصل مثلا شكوى، وده وارد يعني بيحصل، وارد 100% بيحصل شكوى، فولو اب على طول عندنا من المدير البطوله والرئيس اللجنه الكابتن علي عزت على طول، الموضوع ما بي يعني اي مثلا حد ليه كومنت في اي حاجه من الفرق بيتعالج في لحظتها. فالحمد لله اللجنه ما فيهاش اي مشاكل. النهارده كمان كان قاعد معانا دكتور عمرو علواني في جه حضر معانا الاجتماع شويه، وطبعا شخصيه بعتز بيها يعني، وراجل منظم في شغله، وطبعا كنا بنتكلم مع بعض يعني في تنظيم البطوله، فهو يعني حتى ما كانش ليه اي ملاحظات سلبيه على اي حاجه. كنت لسه هقول لك دكتور عمرو، لا عنده معنى، هو دقيق جدا، واحد حد لا لا لا، هو اتكلم بس في حاجات يعني طبقا للبروتوكول طبعا، وقت التنظيم والكلام ده وفي المقصوره والكلام ده، لكن هو في الشغل بتاعنا الحمد لله اشاد بيه يعني، واللجان شغاله كلها بشكل بصراحه هايل يعني. كل اللجان، لجان كتيره شغاله، لكن برضو لجنه اعلاميه، لجنه البطاقات اللي حضرتك قلت عليها، لجان مهمه برضو جوه البطوله. طبعا عندهم عبء النهارده، يعني النهارده وبكره بيبقى مضغوطين، وبالذات ان عندك بكره اجتماع فني على طول الصبح. عندنا بكره التكنيكال ميتنج الصبح، هو هيبقى 2 الظهر ان شاء الله، ده اللي هيبقى فيه الورقه وكل حاجه. برضو طبعا لجنه البطاقات والتصريح دي برضو شايله عبء كبير، هي كمان يعني دي الاي تي واخده برضو جزء الاي تي، وده المهندس كمال محسن، فطبعا الحمد لله برضو السلطين متجهزين بالواي فاي وكل حاجه في الناحيه دي جاهزه، وفي نفس الوقت طبعا احنا الدخول هيبقى بالكارنيه العضويه للاعضاء. احنا مش عاملين اي يعني، بص كابتن خالد، احنا كل التفكير احنا نجيب مثلا نغطي البطوله ماديا وتكسب الحمد لله، كان من مصادر يعني اخرى غير ان احنا التذاكر يعني. يعني احنا قلنا الموضوع ده هيبقى فري كله، فاحنا الاعضاء داخلين بكارنيه عضويه فقط لا غير، وان شاء الله الجماهير باذن الله يا رب يعني يجينا الموافقه يقدركم باذن الله، برده ان شاء الله يعني هيبقى بس التسجيل البيانات على الداتابيز والبطاقه والاي دي وكده، وهيبقى فري برده. والاي ديات بقى اللي هي خاصه طبعا بالمشاركين بقى في الفرق واللجان وخلافه، دي كلها تجهيزات اللجنه دي اللي هي خاصه، ودول مخلصين شغلهم من بدري، يعني كل حاجه من الحاجات دي خلصانه، تطليع بطاقات النهارده يعني طبعًا. كل ده خلصان يعني ما فيهوش اي مشكله خالص يعني. في ملف مهم تاني وجوه البطولات، موضوع البث الفضائي، هو موضوع مهم طبعًا. اعتقد انت سهرت عليه شويه كتير او كل لجنه عندك سهروا عليه كتير، وكمان في لجنه التسويق برضو ده من الملفات المهمه، ويعني بص ده يعني
مش عشان احنا في قناه الاهلي بس، هو انا متحيز جدا لقناه الاهلي يعني، او اي حاجه تحت مسمى النادي الاهلي. كلنا متحيزين للنادي الاهلي وقناه الاهلي. ايوه يعني اي حاجه اهلي. انا كان همي برضو التارجت عندي ان قناه الاهلي لازم تذيع البطوله. جالنا يعني عروض برضو من قنوات يعني بدون ذكر اي اسامي ان هو البطوله تذيع بشكل حصري على القناه. ده كان بالنسبه لنا مرفوض. احنا برضو مش بنبحث عن زي ما قلت لحضرتك عن هدف مادي، احنا هدفنا احنا اكبر نادي في افريقيا، تمام، اكبر نادي عربي. لازم لما ننظم حاجه تبقى بالشكل اللائق، واللي هي تكبر النادي وتكبر قناه النادي والكلام ده كله. فاحنا كان يهمنا ان القناه دي اتكلمنا طبعا على اساس ان القناه دي تكون موجوده. كنا بنتفاوض على القنوات اللي طلبها حصري، ما كانش فيه استجابه قوي. فبصراحه يعني وعايزين نشكرهم برضو قناه النيل الرياضه، توجهنا ليها بخطاب ان هي تكون تذيع البطوله، وطبعا متحملين تكاليف الانتاج والكلام ده كله. هايل. وان هم يعني يمنحوا الشاره لقناه النادي الاهلي. هايل. بحيث ان في قناه النيل الرياضه وقناه النادي الاهلي لازم تكون موجوده. وبرده لازال كمان يعني ده الاساس عندي قناه ذيع، في برده لازال مفاوضات من بعض القنوات ان هي تذيع، بس لسه ما اتفقناش على الشكل يعني الاتفاق بيننا وبينهم يعني. اكيد وجود الناس جوه النادي الاهلي ده عايز اشكر فيه، معلش برضو هشكر فيه شخصين يعني. كابتن منى عبد الكريم ساعدتنا في القصه دي بشكل يعني بنت قوي النادي. جدا وشغلها في القناه. وكابتن خالد العواضي برضو ساعدنا بشكل لا خالص بس الناس تبقى عارفه يعني يعني انا يعني زي ما احنا بنقول لاسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي، انا فعلا في الموضوع ده يعني يمكن اتكلمت فيه كابتن منى وكابتن في حضرتك، وانتوا الاثنين بصراحه ما تاخرتوش ابدا، عملتوا اللينك معانا بشكل قوي. وكان على طول متابع معايا برضو في القصه دي الكابتن ودكتور سعد شلبي في القصه بقى اللي هي قانونيه الموضوع وترتيبه ازاي واجراءاته ايه والكلام ده، فكله متعاون في نفس الاطار يعني. كابتن بيجيب وقت منين يسمع معاك كمان بطولات؟ لا 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 حقيقه احنا يعني دايماً يوميا بيتابع معايا فعلا الموضوع. ولا دي حاجه على ارض النادي الاهلي لازم تطلع بالشكل اللي يليق باسم النادي يعني، ده دايما انت بتحطه قدام عينك يعني. تدي كابتن كلام البطوله وماشيه ازاي سريعا كويس، لكن هو ما بيقولكش اعمل واعمل كذا. لا لا خالص يعني هو خلاص بيسند بيكلفك بحاجه، هو الحمد لله عنده ثقه في كل الناس اللي شغاله. ممكن بقى تتابع معاه بعض الامور اللي هي اللي احنا بنقولها دي، الحاجات اللي في حساسة. بس حاجه كده في مش عارف ايه بنتكلم وبنوصل لقرار يعني مع بعض في الاخر. اكيد جوه الملعب حاجه والفنادق حاجه، لكن اكيد في جولات للناس، اكيد الناس برضه عايزه تشوف مصر. مش هقول هم الناس دي كانت انا اللي عايز جولات والله بعد انت اللي عايز تروح بعد الشهر. بقالك قد ايه في الموضوع يعني سهران ما بتنامش على طول، بقالك قد ايه متواصل كده شويه؟ يعني احنا من ساعه ما اتكلفنا بالبطوله عملنا اجتماع. انا كان في سفريه بتاع دبي، البعثه دبي اللي طلعتها، عملنا اجتماع قبليها وكنا شغالين. بس بقى بدءا من ساعه ما رجعت فعلا يعني احنا نون ستوب بقى صبح وليل شغالين يعني داخلين في حوالي شهر ونص ولا حاجه يعني شغالين باليوميا. وقبليها طبعا كنا شغالين بشكل هادي يعني بنعمل اجتماع مثلا كل اسبوع بنرتب بنشوف بنشكل اللجان براحتنا. بدانا بقى شهر ونص يوميا يعني بشغل قوي، بس ان شاء الله يا رب تخرج بشكل لائق يا رب باذن الله يعني. طيب اكيد برضو في جولات للناس طبعا لازم يبقى في جولات، دي طبعا يعني بنرتبها يعني. اصل انت برضو في دور زي ما قلنا هو مش رياضي بس، الناس دي جايه مصر وفي سنه مهمه. انت في سنه 2019 مصر رئيس الاتحاد الافريقي، فدي سنه اصلا يعني بتعمل انعكاس لمصر في افريقيا بشكل قوي. والنادي الاهلي زي ما قلنا كاكبر نادي في مصر وفي افريقيا لازم يبقى ليك دور في الحته دي بشكل ممتاز. فانت غير التنظيم الجيد لازم برضو معالم مصر السياحيه يعني الناس تبقى يعني اوير بيها يعني، سواء بقى الاهرامات سواء في بعض مثلا رحلات نيليه يعني. بنحاول احنا نعمل حاجات كده للناس ان هم يكونوا، انت عارف طبعا المتسع من الوقت ما بيبقاش كتير لان انت يعني البطوله بيبقى هتلاقي يوم يومين راحه يعني مش هتلاقي، بس احنا في اليوم الراحه ده هنرتب فيه جولات ممتازه يعني. ان شاء الله بيدور كابتن حمدي الصافي، اكيد هو اهم واحد هو فريقه في البطوله. ربنا يوفقه يا رب. اكيد في حوارات بتحصل وطلبات منهم مثلا لخاطر جوه البطوله، بتطلب عايزين حاجه معينه، عايزين تنظيمه معينه، عايزين وقت معين، الوضع شكله ايه؟ بص يا كابتن خالد، انا برضو يعني قعدت معاهم مره واحده كانت قبل السفر بتاعهم صربيا، قبل المعسكر اللي هم عملوه هناك، واتكلمت معاهم في النقطه دي. قلت لهم يا جماعه انتوا يعني الكلام اللي بيحصل ده كله
ده يعني في الاخر الناتج بقى بتاعكم انتوا، يعني انتوا اللي هتشتغلوا وانتوا اللي هت يعني ان شاء الله فوزكم باذن الله يا رب وربنا يوفقكم بالبطوله، هو ده هيبقى يعني يقلل بقى المجهود الناس ده بالنجاح. فهم طبعا جزء كبير مهم من البطوله، هم طبعا مركزين في الفنيات ومركزين في في في, في شغلهم، وده احنا بنثق فيه جدا، وعملوا الحمد لله معسكر يعني اعتقد ان هو يعني كان ليه يعني استفاده كبيره ليهم فيه. لكن انا طلبت منهم ده، قلت لهم لو في اي ملحوظات طبعا عندكم عند كابتن حمدي بينقلها لكابتن رؤوف كمدير البطوله، وكابتن رؤوف بينقلها لي ان احنا نقدر نوفرها لهم. يعني هم الحمد لله زي ما قلت لك تركيزهم كله فني في تدريباتهم في مبارياتهم، في ان هم يعني قافلين على نفسهم بشكل كويس، واحنا ثقه كبيره فيهم باذن الله ان هم يحققوا البطوله للمره الثانيه على التوالي ان شاء الله. في سؤال جوه البطوله ما تسالش، وعشان يعني مش حاجه عشان ما تسالش، في سؤال جوه البطوله او في كلام ممكن توجهه لحد جوه البطوله دي؟ لا والله يعني ما متهيألي احنا اتكلمنا في معظم الحاجات يعني، بس كل اللي بوجهه للجماهير واعضاء النادي الاهلي ان هم يبقوا دايما خلف النادي في اي بطوله بتمثل النادي، يعني كوره بقى، باسكت، طايره، هاندبول، يعني في اي حاجه تخص العاب فرديه، انه اسم النادي الاهلي دايما لازم يبقى فوق، لازم يبقى هو رقم واحد، لازم يبقى هو يعني الاساس، وهو اللي بيحط يعني زي ما بقول الخط والناس بتكمل على ده. فان شاء الله يعني اللي بطلبه منهم بس ان هم يكونوا في ظهر النادي الاهلي وورا النادي الاهلي، ويكونوا مركزين معانا في البطولتين، سواء الطايره سيدات او الطايره رجال اللي هي تبقى تحت رئاسه زميلي اخويا دكتور مهند مجدي. فانا يعني اللي بطلبه منهم ان هم يكونوا موجودين حاضرين معانا في المباريات، يبقى في دعم قوي للاعبين واللاعبات خلال البطولتين، لان هي عمرها ما هتنجح غير بيهم يعني بعيد عن اي حاجه. السنه اللي فاتت كانت البطوله موجوده كان فيها دخول جماهير، حصل دخول جماهير، وكان طبعا برضو حصل بعض المشاكل بعديها، لانه دايما الموضوع مربوط بالكوره، وكان برضو حصل احداث في الماتش الكوره فكده. لكن احنا الـ 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 يعني المره دي برضو باذن الله يعني يمكن جه الموضوع ان هو اصلا في قرار بقاله شهر ان مفيش جماهير، حضرتك عارف يعني حتى بطوله الباسكت اتلعبت من غير جماهير. احنا بس ده تتويج فريق الاهلي سيدات السنه اللي فاتت، بنفكرهم بالتتويج على ارض النادي الاهلي. اتفضل يا دكتور. طبعا لقطات جميله، ويا رب ان شاء الله تتكرر تاني يا رب باذن الله. فطبعا زي ما حضرتك عارف كابتن خالد، يعني كان في حضور جماهيري، بس حصل برضو بعض المشاكل في ماتش الكوره اللي احنا بقى يعني يعني اثرت على البطوله في الحضور الجماهيري برضو. اتمنى ان النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي بصراحه شديده، والله كواحد من ولاد النادي الاهلي اتمنى ان جماهير النادي الاهلي تبقى ماشي على نهج النادي الاهلي، ما نخرجش عن النص في اي حاجه ان كانت ان شاء الله. اتمنى ده جدا جدا جدا، اتمنى ان الجماهير تفضل مسانده النادي الاهلي وبقوه، لان النادي الاهلي فعلا كلاعبين ورياضه في النادي الاهلي محتاجه الجماهير تقف في ظهرها دائما وابدا. دكتور سراج، تقول ايه الفريق اللي عمل معاك في البطوله؟ لا انا الحقيقه انا قلت لهم النهارده لما اجتمعنا بدايه الاجتماع، يعني النهارده كنا بنحط الرتوش الاخيره والترتيبات الاخيره للتنظيم. الحقيقه برضو طلبت منهم كلهم ان هو يكون يعني قبل ما اطلب منهم، يعني انا اتكلمت معاهم شكرتهم على الفتره طبعا اللي فاتت كلها، كانت ضغط جامد عليهم ويوميا، يعني احنا فعلا شغالين بقوه، فشكرتهم كلهم من اول اللجنه العليا لحد كل رؤساء اللجان واعضاء اللجان على الفتره اللي فاتت. لا يستحقوا الشكر لتعبهم والتركيزهم والحبهم للنادي الاهلي قبل اي حاجه ثانيه، ومشغلين يعني بحب كلهم وباتقان وباخلاص. وقلت لهم برضو ان احنا اللي فات كله جزء واللي جاي ده جزء ثاني، يعني احنا هتناموا خلاص يعني. بس هي كانت حته كده يعني ما لحقوش يعني كده مريحين. فاحنا ايه هنبتدي لسه بقى، يعني احنا ان شاء الله من بكره القرعه مباريات البطوله، لان انت لو عملت تنظيم وترتيب وجيت بقى في المباريات ما عملتش المتابعه المظبوطه في وقت البطوله الدنيا هتفلت منك. ان شاء الله اسبوعين يعدوا على خير ويخرجوا بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي، وانا ثقتي فيهم كبيره يعني كلهم متمرسين ومحترفين في الحته دي يعني، فربنا يكرم. فريق الطايره سيدات تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان شاء الله ربنا يوفقكم وربنا معاكم ان شاء الله، والبطوله دي تكون من نصيبكم، واقول لهم ان على قد بقى تعب الناس اللي مركزين معاكم دول، انتوا هتلعبوا ان شاء الله بروح النادي الاهلي، وزي ما دايما بتلعبوا بروح النادي الاهلي وباصرار النادي الاهلي،
وباذن الله يعني احنا بنحاول نوفر لكم كل الاجواء الممكنه لمساندتكم، سواء بالحضور الجماهيري او بحضور الاعضاء النادي كلهم يكونوا موجودين في الصاله، لان المؤازره الجماهيريه دي اكيد بتفرق مع اي فريق، بتفرق مع اي فريق. فان شاء الله احنا باذن الله نوفر لهم ده، وهم كل بطلوب منهم يلعبوا بروح النادي الاهلي زي ما طول عمرهم بيلعبوا بروح النادي الاهلي، فرقه من افضل الفرق اللي موجوده عندنا في النادي، وان شاء الله البطوله هتكون من نصيبهم باذن الله. كلمه اخيره لمجلس الاداره، اللي يعني انا عارف بتشتغلوا تيم ورك برئاسه الكابتن محمود الخطيب. لا والله هم طبعا كلهم اخواتي الكبار يعني، وبعتز بوجودي معاهم، وزي ما قلت لك احنا علاقه بينا اخويه وود، ولما يعني كل واحد فينا في حته بيساند. انا في حته التسويق كنت بكلم مثلا ضماطي اقول له دومتي بص يعني، وعلى طول اكتف معايا ويقول لي طب كذا، يبعت لي رقم مش عارف مين ويكلم مين. فبص يعني استاذ طارق قنديل برده بصراحه يعني يعني انا هم كلهم يعني اخواتي وبيساعدوا وبيعملوا يعني، ربنا يعني يوفقنا ان شاء الله. ربنا يوفقك ويوفق كل فريق التيم، التيم اللي شغال معاك، وان شاء الله بطوله تليق باسم النادي الاهلي. نورتنا وشرفتنا يا رب، ربنا يخليك ربنا يخليك. فعلا دكتور سراج نورنا وشرفنا النهارده، كلمنا عن اجواء بطوله افريقيه لكره الطايره سيدات اللي هي هتقام ان شاء الله بدايه من يوم السبت في النادي الاهلي، الافتتاح الرسمي يوم الاحد باذن الله على صاله النادي الاهلي. نتمنى من كل الناس الاطراف المعنيه، اذا كان من يعني عاملين في البطوله او مسؤولين في البطوله او اعضاء او جماهير، انجاح بطوله لاسم النادي الاهلي باذن الله اهلاويه ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.